بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة الكرام. ومع هذا المقال من على جريدة أجوردوي كانون واحد، ومع هذا الخبر المحزن جدا صراحة أننا في عصر المعلومة وفي عصر انتشار الإسلام أننا لازلنا نرى مثل هذه الظواهر. إذن كانون واحد هنا النوفيسي دو بوليس، إذن عندنا ضابط شرطة أون غوتخيت، يعني أنه بلغ التقاعد، يعني في التقاعد، يعني أنه وصل التقاعد. une mère de trois enfants ثم أم لثلاثة أطفال et un sexagénaire et un sexagénaire ثم ستيني، المقصود هو رجل ستيني. سودون لا مور، سودون عندنا هنا الفيرب سودوني كما نقول أعطى لنفسه، المقصود هنا تعاطى. تعاطى ماذا؟ ممكن أن شخص يتعاطى للمخدرات كما نقول أنه يمنع نفسه هذه الأمور. سودون لامور يعني أنه يعطي لنفسه الموت، وبمعنى آخر أنهم يتعاطون الموت، أنهم يتعاطون الموت. إذن عندنا هنا ضابط شرطة أنه وصل إلى مرحلة التقاعد، ثم عندنا أم لثلاثة أطفال، وهذا محزن جدا أن تصل الأم إلى هذه الدرجة من اليأس. إذن كما قلنا عندنا النوفيسي دو بوليس، إذن عندنا ضابط شرطة اون غوتخيت يعني انه في التقاعد، ثم عندنا اون ماغ دو تخوا زونفون، اذا عندنا ام لثلاثة اطفال، اي ان سيكساجينيغ ثم ستيني، نتكلم عن رجل ستيني. سودون لا مور انهم يتعاطون الموت. طبعا كما تنشوف هنا عندنا سودون عندها او ان طفل الاخر، يعني نتكلم عن إيل أفك أس، إذا نتكلم هنا عن لو فيرب سودوني مع إيل أفك أس أو بخيزون، أو بخيزون، سودوني مع إيل أفك أس، كما نتكلم عنهم أو بخيزون يعني في الحاضر. عندنا هنا أو كارتي مزيلا أتازا، إذا بحي مزيلا بتازا، أن أوفيسي دو بوليس كي فوني دو بخوندا سا غوتخيت، إذا نتكلم عن ضابط شرطة، كي فوني دو بخوندا الذي أتى ليأخذ. المقصود هنا الذي أخذ يعني قريبا، الذي أخذ قريبا. طبعا عندنا هنا لو فيرب بخوندغ مسبوق بفعل فونيغ، مسبوق بفعل فونيغ، ملي تيكون عندنا لو فيرب فونيغ قبل فعل آخر فهذا تيعني بأن الفعل الآخر بحال بخوندغ اللي عندنا هنا أنه حصل قبل قليل. نقول مثلا كي فيا دو بخوندغ الذي أخذ قبل قليل. طبعا نتكلم هنا عن كي فوني دو بخوندغ، كي فوني طبعا عندنا لو فيرب فونيغ ماشي في البخيزون ولكن في لامبارفي، المقصود نتكلم عن الماضي الذي حدث فيه الانتحار ولكن قبله، قبل هذا وقت الانتحار ان الضابط اخذ تقاعده، ان الضابط اخذ تقاعده حينئذ قبل ذلك بقليل، قبل ايام قليله كما نقول قبل ذلك بأيام قليلة. إذا نقول هنا كي فوني دو بخوندغ سا غوتخيت سيدوني لا مور، يعني أنه تعاطى الموت. طبعا قبل قليل رأينا سودون لا مور، نتكلم عن مجموعة كما قلنا أن أوفيسي دو بوليس أون غوتخيت أون مير دو تخوا زونفون إي أن سيكساجينيغ سودون لا مور. إذا عندنا أولا أن أوفيسي دو بوليس، عندنا ضابط شرطة أون غوتخيت، ثم عندنا اون مير دو تخوا زونفون، ثم ام لثلاثه اطفال تنضاف لهذا الضابط، اي ان سيكساجينيغ ثم ستيني، ثم رجل ستيني. سودون لامور هادو كلهم، سودون لامور، سودون لامور انهم يتعاطون الموت. هنا طبعا نتكلم عن الضابط لوحده او كارتي مزيلا، اذا بقريه مزيلا اتازا بمدينه تازا، ان اوفيسي دو بوليس اذا نتكلم عن ضابط الشرطه لوحده هنا، كي فوني دو بخوندغ سا غوتخيت الذي أخذ حينئذ قبل ذلك بأيام قليلة كما نقول سا غوتخيت تقاعده، سادون لا مور يعني أنه تعاطى الموت، يعني أنه قتل نفسه بمعنى آخر، تعاطى الموت المقصود أنه قتل نفسه، ديمونش باغ بونديزون، قتل نفسه يوم الأحد باغ بونديزون، باغ بونديزون من خلال مشنقة، من خلال مشنقة، إذا هو شنق نفسه، نسأل الله العافية. بيرسون ني أو كورون، بيرسون لا أحد، ني أو كورون،
لأنه لم يكن على معرفة. عندما أقول جو سوي أو كورون يعني أنا على اتصال أو أنا واكب، واكب شيئا. هنا عندنا personne au courant، لا أحد أنه كان على اتصال أو أنه لا أحد كان يواكب دي موبيل، يواكب دي موبيل. طبعا موبيل كما نقول محرك، نتكلم عن تليفون موبيل، إذا نتكلم عن هاتف يتحرك، أننا نأخذ من مكان إلى آخر. طبعا نحن نقول نقال، لكن موبيل تعني متحرك، نقول مثلا أوتوموبيل، إذا نتكلم عن شيء يتحرك ذاتيا. إذا هنا لا أحد لم يكن على مواكبة أو على اتصال دي موبيل للمحرك. المقصود هنا للباعث، شنو المحرك اللي خلى هاد الضابط أنه يقوم بهذا الفعل؟ شنو هذا المحرك؟ شنو هو الباعث؟ بمعنى آخر ما هو السبب؟ إذا personne au courant دي موبيل، إذا لا أحد كان على اتصال بالباعث كي بوسي سيت اوفيسي الذي دفع هذا الضابط دو 60 طون لستين سنة أمتر تراجيكمون، الذي وضع بشكل تراجيدي فيه نهاية السجور لأيامه. إذا لا أحد يعرف الباعث الذي دفع هذا الضابط دو 60 سنة أمتر فيه، أمتر فيه يعني أنه يضع نهاية. طبعا عندنا ما أمتر تراجيكمون فيه، أنه يضع بشكل تراجيدي نهاية السجور لأيامه، المقصود أنه يقتل نفسه. إن أنكيت، إذا نتكلم عن تحقيق، إن أنكيت تحقيق أيتي ديليجونتي، يعني أنه تم الإسراء به، أنه تم الإسراء به، تأتي من كلمة ديليجونس، يعني إسراء بالشيء. إن أنكيت أيتي ديليجونتي باغ لي زيليمون دو لا بوليس جوديسيير، إن أنكيت أيتي ديليجونتي باغ لي زيليمون دو لا بوليس جوديسيير كي سو سون ديبيشي سور لي ليو بوغ ديتيرميني لو موبيل دو سيت أكت سويسيدير. الانكيت، إذا نتكلم عن تحقيق، أيتي ديليجونتي، أنه تم الإسراء به باغ لي زيليمون دو لا بوليس جوديسيير، باغ لي زيليمون دو لا بوليس جوديسيير، إذا من طرف عناصر الشرطة القضائية كي سو سون ديبيشي، الذين أسرعوا سور لي ليو إلى الأمكنة، سور لي ليو، نتكلم عن لو ليو إلى المكان، سور لي ليو إلى الأمكنة، إذا نتكلم هنا عن الأمكنة حيث حدث الحادث. سور لي ليو بوغ ديتيرميني، من أجل تحديد لو موبيل، من أجل تحديد الباعث دو سيت أكت لهذا العمل سويسيدير الإنتحاري. إذا هم أسرعوا إلى هذا المكان من أجل تحديد الباعث على هذا العمل الإنتحاري. باغ أيور، باغ أيور من جهة أخرى، أون مار دو فامي، إذا نتكلم عن أم عائلة، أجي دو 40 طون، ذات سن 40 سنة، سي سويسيدي، أنها انتحرت إيغالمون، أيضا باغ بونديزون، يعني من خلال المشنقة، أم ذات 40 سنة، أنها انتحرت أيضا بنفس الطريقة. إذا كما قلنا الآن، باغيوغ، إن مار دو فامي، أجي دو 40 طون، سي سويسيدي إيغالمون باغ بونديزون شيزيل، باغيوغ، إن مار دو فامي، أجي دو 40 طون، s'est suicidé également par pendaison chez elle à la coopérative Al-Masira située dans la commune urbaine de Toulal Amknas. هي انتحرت بنفس الطريقة chez elle عندها، المقصود بمنزلها، à la coopérative Al-Masira، à la coopérative Al-Masira، عند تعاونية المسيرة، située dans la commune urbaine المتواجدة بالجماعة الحضرية de Toulal Amknas. إذا نتكلم عن الجماعة الحضرية تولال بمدينة مكناس. Le cadavre de cette mère de trois enfants. Le cadavre de cette mère de trois enfants. إذا نتكلم عن جثة الأم ديت ثلاثة أطفال. A été évacuée. أنه تم إخلاؤها. Vers la morgue. De l'hôpital Mohamed V. نحو مشرحة مستشفى محمد الخامس. Dans la capitale ismaélite. إذا بالعاصمة الإسماعيلية. بالعاصمة الإسماعيلية. المقصود بأن هذه المدينة كان يتخذ المولى إسماعيل عاصمة له. Pour être soumis. À une autopsie. لكي يخضع، طبعا عندنا هنا لو فيرب soumettre، pour être soumis. Pour être soumis. من أجل أن يخضع، طبعا كما قلنا سي لو فيرب soumettre، هذا فعل خضع، à une
أوتوبسي إلى تشريح، لكي يخضع إلى تشريح. طبعا المشرحة تسمى لامورغ، ثم التشريح يسمى أوتوبسي. أن تخوازيام كادو سويسيد، نتكلم عن حالة ثالثة للانتحار. أيليو ديغنياغما أدوار أميادي، أدوار أميادي حالة ثالثة من الانتحار تمت بهذا الدوار غولوفون دو لا كومين أونان. نتكلم هنا عن دوار غولوفون، كما نقول أنه يأتي من، أنه ينتمي إلى لا كومين أونان، ينتمي إلى هذه الجماعة التي تسمى جماعة أونان دون لا بروفانس دو شفشاون بإقليم شفشاون. إل ساجي دان سيكساجينيغ، إذن يتعلق الأمر مرة أخرى برجل ستيني كي سي سويسيدي إيغالمون بار بونديزون، كي سي سويسيدي إيغالمون بار بونديزون، الذي انتحر أيضا من خلال المشنقة. إذن كما نلاحظ هنا عندنا هذه الأخبار المحزنة جدا، والتي يجب طبعا أن نتحدث عنها، ويتحدث عن الإعلام ثم يتحدث عن الفقهاء بدرجة كبيرة، لأن الناس الذين يقدمون على مثل هذه الأعمال التراجيدية حقيقة يتركون من بعدهم أبناء وأصدقاء وإخوة إلى غير ذلك، ينقصون في الحقيقة الوازع الديني، ينقصون في الحقيقة الوازع الديني. فلو أن الإنسان متصل بربه ويعرف بأن الدنيا هي مجال اختبار فقط، وبأن الإنسان معرض للكثير من الإكراهات، إذا الإنسان عندما يعرف هذه الأمور طبعا فهو سيصابر ويخطط ولا يستسلم طبعا لمثل هذه الحالات من اليأس. لكن من جهة أخرى ونحن أمام أمر واقعي، والناس تنتحر كما نلاحظ، هنا تبقى المسؤولية على الدولة من أجل توعية الناس، ثم تبقى المسؤولية على الجيران وعلى الأهل وعلى الأصدقاء إلى غير ذلك، من أجل مواكبة مثل هؤلاء الأشخاص، ثم الجمعيات التي نعرف لماذا لا تقوم بهذا الدور، من أجل مواكبة هؤلاء الأشخاص حتى يتجنبون مثل هذا المصير. إذن هذه فقط إشارة، طبعا في نهاية الأمر التوعية هي الحل، أن يتم توعية الأشخاص لئلا يتعاطوا للمخدرات وللكحوليات، ثم يربطوا أنفسهم بالآخرة. إذن هذا يعطي أمل وقوة للانتصار على مثل هذه الحالات. إذن نسأل الله حسن الخاتمة، نلتقي في فقرة قادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.